بهذا البيت الرائع أبدأ الدفاع عن موكلي، رغم أن موكلي يا سادة ليس بحاجة للدفاع، بل أنني رفضت تقاضي أي أتعاب في هذه القضية ليقيني بأن أي مليم سوف يدخل جيبي سيكون حراما. وسأوضح لحضراتكم إن كل أوراق القضية غير منطقية، وأدلة الاتهام التي ساقتها النيابة أدلة وهي مجرد كلام مرسل أونطة، يعني سواء تهمة القتل العمد أو التهمة الأخرى الخاصة بالإتجار بالمواد المخدرة والتي انساقت فيها النيابة وراء محضر فاسد الإجراءات ومخالف لكل القوانين والأعراف مما يهدمها جميعاً ويجعلها غير ذات موضوع. يا أستاذ ادخل في الموضوع لو سمحت. سيد القاضي، حضرات المستشارين، احنا فعلاً جوه الموضوع، وأنا أوجه كلامي لعدالتكم، لعدالة منصتكم، للرأي العام، للشارع، لمصر كلها. يا أستاذ احنا هنا في محكمة مش على الهواء. سيد القاضي، حضرات المستشارين، احنا فعلاً جوه المحكمة. خميس أبو سنة الشهير بأفندينا سليل عائلة كريمة عاشت تجاهد في خدمة هذا الوطن، أصحاب مصنع كبير المعسل، فتحين أبواب رزق لناس كتير، العمال رجال ونساء، شيوخ وأطفال. عشان كده أنا اعتبرت إن كل مليم حاخده من القضية دي حرام. خميس أبو سنة نموذج للشاب المناضل الذي كافح منذ الصغر ليصبح رمزاً قدوة، وهو تربية إيد سيدة كريمة، هي الست ضوية، هذه السيدة القاعدة اللي ربته أحسن تربية، باختصار جعلت منه راجل نفتخر بيه كلنا. ايه اللي انت بتهببه ده؟ انا معلمة؟ ايوه تعال. مال ايدك خرعة كده؟ اتفضل يا معلمة. افردها كده، تخبط عليها كده وتكبسها، تسلك معاك. ومزانة فندينا يرضى عنك. ماشي يا حاج، مية مية معلمة. لهم يا رجالة، الوقت أزف. متقلقش يا معلم، طب هو خبطت مع أولاد النوح؟ وهيبقوا جاهزين في الميعاد. 100 فار بيلعبوا في عبي لما بسمع سيرتهم. السوق ياما بيلم يا حاجة، واللي فلوسه حاضرة هو اللي بيشيل. دول ناس سكتهم عوجة ونيتهم وحشة. ملناش فيه، إحنا شغلنا نضيف منهم ومزنع الشعراية، واللي هيفكر انه يقل معانا خلي عينك في وسط راسك، افرش نضرجية ياما عشان تأمن نفسك. حصل يا ست الكل، مش ناقص بس غير دعواتك. بتبارك يا حاجة، ربنا يجعل لك في كل خطوة سلامة. يلا يا رجالة. يلا يا ابو جمع. ابو سنة هات يا جمايل يا رب. خد بالك منك. متبارك يا حاجة. قضية أقل ما يقال عنها إنها مهلهلة،
وبلا أسس، لا أدلة، لا قرائن، لا شهود، مجرد فخ تم نصبه لموكلي من ناس انعدمت ضمائرهم، ناس انتزعت من قلوبهم الرحمة وامتلأت حقد وكراهية. هم دول أعداء النجاح، بل أعداء الوطن. تمام يا فندينا، في ميعادك مظبوط، احنا كل شغلنا مظبوط. هطل طلع البضاعة الأول. وماله طل؟ بس سلم تستلم مش تلقف. أنا عارف وكمان جاهز، بس أحب أطمن. طمن وماله؟ ما ضرش. والله زماني غريب. خير خير. أصلي. حقك يا خميس. أصل يا غريب. أصل يا فندينا. حكومة! خيانة يا خميس! الفلوس كلها راحت! عملتها يا ابن النوح! لازم تهرب يا خميس، الحكومة طبت. أقول لك امشي. مكان يا خير روح لأمي. امشي. هتموت يا غريبك. امشي. يلا. رصاصك خلص يبقى هتموت. غريب! لا 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 غريب! غريب! ارمي سلاح يا خميس! غريب! سلاح! لا لا, لا.
ثم إن أهل المجنى عليه ما اتهموش خميسة أبو سنة بقتل ابنهم، بل على العكس كل أقوالهم لصالح موكلي، سيما وإن الشهود وتحريات المباحث أفادت إن موكلي لم يكن يقصد قتل المجنى عليه. أما بالنسبة للتهمة الأخرى والخاصة بالإتجار بالمواد المخدرة، فالمعمل الجنائي قد أفاد بسلبية جميع العينات المضبوطة، وده دليل فني ملزم للمحكمة يا فندم. يعني إحنا في السليم يا سعادة الرئيس، وشكرا. الحكم يصدر بعد المداولة. رفعت الجلسة. جمع! بسم الله الرحمن الرحيم. بعد المداولة والاطلاع على أوراق الدعوة ومواد الاتهام وسماع المرافعة، حكمت المحكمة حضوريا على المتهم خميس عنتر أبو سنة وشهرته أفندينا بالسجن 7 سنوات مع مصادرة السلاح المضبوط. رفعت الجلسة. روح يا خير، ما تخليهاش تيجي تزورنا. ما تقلقش يا ابو جمعه، هيعدوا اهو. روح يا عم. مع السلامه يا حبيبي. ريحيني. روح يا عم. مع السلامه. يا رب. مع السلامه. مع الله، ده الرجالة كلها هنا بربطة المعلم. رجالة المعلم دهان البران يا معلم. كل عمره صاحب واجب، ما تفوتوش فوته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحب يا مرحب. لن طول عمرك وادي أصول يا معلم دهان. تسلم يا معلم أبو سنة، ده يوم عيد ولازم كلتنا نفرح ونجاور الأحبة. يا مرحب، تفضلوا. تفضل. يا مرحب بالمعلمين، كراسي هنا يا ابني للمعلمين. يا مرحب يا مرحب. اتفضل يا معلم. هنبص بس على الرجاله يا معلم. يلا روح. يا مرحب يا مرحب. شايب حليب منه فيه واحلى حجر معسل. انا مزاج ده يا كوارع. مزاج الخير يا معلم، دي الحته كلها بتضربه. بل شربات يا كوارع واسقي الحته كلها. انا يا سيدي المعلمين. تعيش يا شلوفه، نجملك في الافراح ان شاء الله. الحته كلها لازم تفرح يا معلم، احنا هيجي لنا عز من افندينا سقع شربات يا كوارع. كلفت نفسك يا معلم دهان، ما كانش له لازمه التعب ده كله. بتقول ايه يا معلم ابو سنه؟ الود ود الكل يجي ويبارك ويهني افندينا. ليه في كل بيت عربون محبه وفدان جمال. الدنيا من غيره خراب يا معلم ابو سنة. ايوه على قولك يا معلم، كانت ايام عجاف، لا تبل ريق ولا تريح بدن، الله لا يعود ايام. النار ما تحرقش مؤمن يا معلم ابو سنة، وهو العدل بان وقال كلمته، وافندينا خارج للكل. الحمد لله. كله تمام يا معلمي، والرجاله مستعده. اه واللي هناك جاهزين وفي عرض الشرى منك يا معلم. تعال. عايزه اول ما يطل يلاقي الفرحة والبهجة مزوقة المنطقة كلها. عايزه يلاقي الفرحة بترقص قدام كل بيت.
عايزه يشوف النور بيلعلط على مدد الشوف، النور اللي اتحرم منه في سنين الظلم اللي عاشها بعيد عننا. هاتها جمايل يا رب. مش احسن من الهباب اللي بيضربوه بره دوت يطير لك نافوخك؟ ما انت شايفه عاملين ازاي؟ فرحانين ياما، ده خميس اغلى رجاله الحته. لا خميس ولا جمعه يا حبيبتي، مالناش فيه، خلينا كده في حالنا ومتدارين كان بالحيطه. اهو ده اللي باخده منك، على طول كده متلبشه ودمك هربان. على ايه كل ده؟ على ايه كل ده يا نن عين امك؟ يا بنتي يا حبيبتي، احنا ولايه، والراجل اللي احنا مسنودين عليه مش حمل صوت طلقه من اللي بيتضربوا بره. اللي زي حالتنا لازم يقفل بقه على لقمته ويكن في حته يتدرى فيها. انا اتاخرت على المعهد، يا دوبك اتص وشي. فوتنا. نعم ياما، لسه في موشح منسي؟ الموشح ده يا حبيبه قلبي عشان تحطي عقلك في راسك، لا هو عايزه ولا تخاريف. هو انا بس عملت ايه لكل ده؟ جرايه يا بنت، انت فاكراني نايمه على وداني ولا مغميه عينيا؟ وحتى لو ده حصل هتروحي فين يا حسره؟ ده كلهم كم متر عمي نافدين على بعض، واللي متغطي بحيطان عريان. عايزه تقولي ايه بس ياما؟ صوره المحروس اللي انت مخبياها في دلابك عشان محدش يشوفها، ولا اللي كم هدمه جابهم لك زمان وصغروا عليكي وكل شويه تطلعيهم تشم فيهم زي الافلام؟ كل ده ملوش عوزه، دي حاجه تودي المورستان. انا مش فاهم، هو سحرك ولا قاري عليك يا بنتي؟ ده ما خش الهباب اللي هو فيه ما كانتش ضفايرك اتحلت ولا كان عودك اتصاب. حصل ده كله امتى وازاي وليه؟ مكتوب ياما، وده بقى اللي ملناش يد فيه. يا رب يا رب استرها علينا ولا تفضحناش لك لحبيبك النبي. انت يا بيه، انت يا بيه اللي نايم ولا في دماغك كل اللي بيحصل لي؟ يا باشا يا بتاع الحق والعدل، قوم اصحى بقى قوم. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه، ما هو انا العفريت اللي جايبه لك الست الهانم البلسم اللي قاعده بره دي بس علشان تشلني وتنقطني وتخليني اشد في شعري ليل نهار لحد ما هنحب. صباحنا وصباح الملك لله. يلا اديني بقى بالطريحه بتاعتك انت كمان، ما انا اصلي ناقصاك. جرايا يا بشاير، بريحه البصل اللي مالكها الصبح دي جراني خلاص، ما بقيتش قادر استحمل. هو انت ايه يا اخي، متجوزني تخليص حق ولا حد مصلتك انت وامك لحد ما تجيبوا عجلي؟ يا رب. بتقول ايه؟ بقول يا رب صبرني. الصبر ذات نفسه لو عاشر الست الوالده اللي قاعده بره دي مش هيستحمل. انا حليها منها ولا من ابنها؟ يا بشاير كفايه بقى، مش كل يوم بنصحى لما والده. انا خلاص اتخنقت وطيقت وما عدتش طايق، خلاص اتخنقت يا بشاير اتخنقت. طب انا عندي لك حل كويس قوي هيريحنا احنا الاثنين. انا همضي لك ورق على بياض واتنازلك عن كل حقوق، بس اعتقوني بقى الوجه الليق. خلاص امضي الورقه وحطيها في الدولاب، اكيد هنحتاج لها. غيروها تاني؟ لا برروها تاني، الحكومة برا عندي. يا نهار اسود، وانا عندي كمان شغل مهم. شغل مهم ايه؟ بقولك الحكومة هنا هيشمعوا البنسون وياخدوا البنات. كله اثبت مكانه. يا لهوي، بقولك هيشمعوا البنات وياخدوا البنسون. حالات الجري وسط جدعانة. جدعاني تاني الحالة دي بيبقى جدعانة كلها. طيقني يا بطاطا تعالى هنا. Thank you.
قدامك. ما انا همشي قدامك، ما انا همشي وراك، ما انا اكيد قدامك. الو الو، محدش بيرد ليه؟ الو يا اختي اوعي. الو. ايه شو؟ ايه يا سيد الناس؟ مين اللي رفع السماعه؟ لا دي البت كرامه. وهي ترد ليه؟ انا عارفه حلاوه تروح بقى. انت موبايلك فين؟ موبايلي؟ ماله يا اخوي؟ ده انا حطاه في صدري. فاصل شحن. احطه في صدري تاني علشان يرجع يشحن. حطيته. وحشتيني. يا راجل بطل، ده انت لسه هناك. لحقت اوحشك؟ انت ايه؟ ما بتفوتش فرصة؟ طب قولي وصلتوا فين؟ أنا في القسم، بيقولوا هيخرجوه من هنا، خليني مستني المحامي، معرفش تأخر ليه. سيبك أنت بس من المحامي وخليك معايا أنا هنا. وحشتك زي أنت ما وحشتيني. طب تيجي نوزن نشوف مين وحش تاني أكتر. يا راجل مش وقته. تيجوا بالسلامة، مستنياك على نار يا روحي. استنى. إيه؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. سلم علي، سلم علي لما جبني وسلم علي. لما انت البعيدة لا مؤاخذة يعني في اللي هقوله، عارفة انك خرصة يا اختي. ما تبصليش قوي كده، هو انا بعيب على خلقة ربنا؟ بتاخدي ديلك في سنانك ليه اول ما المدعوق ده يرن وتقفشيلي في السماعة؟ ها؟ عايزة تطمني على اسم النبي حرصه؟ عذراكي صراحة سنين ياما قاعدة مستنية، وده خطر، خطر علشان اللي في سنك. مش فاهمة والنعمة ما فاهمة. هبعتلك الكتالوج بتاعك تفهميها وتقولي. شربية انتي يا وليه، يا شربية. نعم يا شوق يا بنتي، زي ما انت شايفه ايديا مشغوله ورايا شغل متلتل في المطبخ. طز اتفضلي شوفي الهبابه دي. قصدك ست الكرامه عايزه ايه وبقولي لي؟ انت هتجننيني يا بنتي، ما انت فاهماها، هو جديد عليكي. ماليش مزاج افهم النهارده، بطلت افهم النهارده، ترجميلي. امر لله. خير يا كرامه يا بنتي؟ في ايه يا حبيبتي؟ عايزه تعرف هما جايين امتى. راحوا يجيبوه من الاسم. اتهدي اهبطي وسلم على. اوعي من وشي. لما جبلني سلم على. ربنا يهدك يا مفكوكه. لما جبلني سلم على يا اختي. والنبي قمر، والنبي انت احلى مني. كبرنا هتقطع بينا. اتفضل شاي. الود بين الاحبه موصول يا شاويش محمد. طمني ابنك اتعين في الداخليه ولا لسه؟ البركه في دعوات الحاجه. دعوات الحاجه برضو؟ وانت يا كبرنا حلوين. الله حلوين. حلوين. اي حاجه احتاجها تجيلي، انا هنا الجوز. بقول لك ايه يا كبرنا،
الفلوس دي كانت متشاله لك في الامانات، وانا قلت اجيبها لك بنفسي لحسن يقلبوها لك وهما بيسلموك الحاجه. انا عارف ان انت طول عمرك نزيه ومش هتسال في المواضيع اللي زي دي. اتفضل يا كبير. الفلوس دي خليكم رجاله زي ما انتم زي ما انتم زي ما انتم. الفلوس دي يا شويش محمد للرجاله هنا، لكل الرجاله، واي حاجه يحتاجوها اي حاجه رقبتي سداده اصل يا كبير، وكل شهر هيوصلك زيهم. طول عمرك كبرنا يا فندينا. حلوين حلوين حركة حلوة. خد يا مغاوي. العفو يا باشا. خد يا تسلم يا باشا. هلا قول لي يا مغاوري، هو أمورنا يا باشا. ايه حكاية الحباية اللي انا لقيتها في جيبك امبارح؟ حبيت يا باشا. بجد انا مش عاوز اعزيك، انا عاوز اعزيك بجد. كنت طلعت الحبايه دي من جيبك في وسط الاسم امبارح، فرجت عليك اللي سواك ما تسواش، لكن انا عديتها بمزاجي. صح يا باشا، انا حول سعادتك. بص يا باشا، انا الاسبوع اللي فات ده كله ما نمتش فيه غير ساعتين، وبعدين سعادتك عارف بقى هم البيت ودوشه العيال، وبعدين الواحد لو غفل نص ساعه يروح في 60 ده يا باشا، ما سعادتك فاهم. فنص حبايه من ديت خلي الواحد يبقى مركز كده يعني يا باشا. يا نهار اسود، حتى الحكومه بتضرب، ما حدش من الهم خالي يا باشا. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه عفريت؟ هي كلمة ملهاش أخت. شيلي كرامة من نفوخك ولمي لتك جوه حنكك وضفري لسانك بعقدة وشنيطة. انتي مرات أخوي وهي مرات ابني، وعايشين مع بعض تحت سقف واحد في بيت ملوش غير ست واحدة بس، أنا ضاوية أبو سنة. خش يا كرامة، حبي على راسها يا شوق. لم نفسك كده وانت واقفه تصرصري، هتغرقي البيت. افتحي الباب. ماتاخذنيش يا خال، للضروره احكام. ده اسمه كلام برضه يا بدران؟ ايه اللي اخرك كده؟ ده انا قلت حاجه ليك هنا. اصلا انا كنت بادي واجب انساني لابد منه. انساني؟ انساني وقطع عنواني. ده يوم تتاخر فيه برضك، ده احنا مستنيين اليوم ده فارغ الصبر. ما تقلقش يا خال ما تقلقش. ما تقلقش ده ايه؟ الضابط اللي جوه بيقول انه هيخرج من هنا. ضابط ايه بس؟ اتقل. دفعه. اهلا يا متر، تحت امرك. راح فين ابن المكسوعه ده؟ اكيد بيقلب عيشه يا خال. عايزك تعرف لي خط سير المعلم خميس افندينا، وتعرف لي كمان ايه اخبار كشف المدرية. خميس افندينا مين؟ افندينا اكبر تاجر مخدرات اللي حبسوه ظلم يا ولدها. هما مش هيخرجوه من هنا برضك؟ لا، ما هو لازم ياخدوه الاول على المدرية عشان يكشفوا عليه، يعني يشوفوا عليه احكام تانية ولا لا. كبر كله كلام فاضي. وعلى ايه ده كله؟ مش كفايه 7 سنين ظلم وافتراء؟ خلاص يا خال، الناس ما بقاش في قلبها رحمه. لا مؤاخذة يا خال، ثانية واحدة. فين ابن الملسوعة ده تاني؟ أكيد برضه بيقلب عيشه يا خال. ما تعزم على حصول بسجاير ولا حاجة. عينيا حاضر. أيوه أيوه أنا مكمل. أيوه معاك. سيجارة؟ ما بشربش في الخدمة. يعني ال 20 جنيه هم اللي في الخدمة؟ خدونا على السرية، الحقنا يا أستاذ. طب اسمعي، مسي على الصلب شير بالشريط من اللي معاكي، ورش رشة حلوة على اللي حواليكي برضه.
هي كم ساعه بس اخلص المصلحه اللي فيها دي وبعدها اجي لكم جري عشان اخرجكم. يا البلد سايبه، بلد فيها قانون. واجب انساني برضك؟ لابد منه. هات يا جمايل يا رب. يا بنتي وحشك. بتحبيه قوي قوي بالشكل ده؟ ان شاء الله هيرجع بيته ويدفي فرشته ويغسل عينيه بطلتك الحلوه من تراب السجن. قول يا رب. مش انا قلت لك الست ضوي هتاخد لك حقك تالت ومتلت؟ ما انت عارفاها بتشيب العيل في بطن امه، وبعدين هي اصلا مستحلفه لتلف لسانها حوالين رقبتها وتحزمها بيه وترقصها في نار جهنم ان شاء الله عشان يحرم يلدخ زي العقرب كده في البشر. عتب على عتب. سبارس سبارس يا كده افتكرت يا معلم. انت مش كنت خرجت ورجعت وانا ليه بطفى غيره؟ يا دي انت ايه جاحد؟ عيالك ما بيوحشوكش؟ يا رب اسمه كريم. ده كريم يا رب، هو احسن برضه يتربوا بعيد عنك، دي خلقه تربي نشأة. وعلى فين العزب ان شاء الله؟ لا ده لفه طويله، ايش مخدرات وايش ابن عام وبين عنان اللي هكون هربت الفلوس بره البلد. ده انت جاي منوعات بقى. طب خد امسك خلي دي معاك. لا خيرك سبع سنين معلمين. ياد رزق ياد مكتوب لك ياد، خد ياد ما تقطعش. طول عمرك حنايه يا سيدي المعلمين. والدنيا بره عامله ايه يا سبارس؟ ملطاش يا سيدي المعلمين، والناس بقت معشقه في بعضيهم ومحدش فاهم حاجه خالص، واصعب حاجه اني ما عادش في المزاج. ايه الدنيا بقت صعبه؟ خد امسك. انا هطيب لك مزاجك. لا. لا ايه ده عدوي واخناتون مفيش حاجه، مفيش حد غريب. خد ياد. الله، اي صنف ده يا معلم؟ صنف ايه يعني؟ مزاج الخير طبعا، وفي غيره؟ مهما الدنيا تتغير لا يمكن يتغير ولا ريحته ولا لونه ولا ميزانه. طول عمرك على اديب يا سيدي المعلمين. يلا يا حنان. يتوب علينا ربنا. ادي ساعتك وادي سلسلتك وادي خواتمك وادي يا سيدي مفاتيحك وادي محفظتك. الله، مين دي يا فندينا؟ جمانة. مراتك؟ مراتي ايه؟ في حد بيشيل صورة مراته برضه يا جويش؟ على قولك، ده ايه مفعل عفش؟ بقول لك ايه؟ انا اديلي فلوس لسوش محمد وكده يبقى امان يا فندينا. وصلت وصلت. كريم ما بتنساش حد ابدا يا فندينا. ده رزق ويروح لاصحابه، هي دي الاسمه. بالحضن بالحضن يرجع رجال. هتوحشونا رجاله، يتوب علينا ربنا. اوعى تقول لي انك جاي تودعه. اسر يا منصور، انت في طار بايت بينك وبين خميس افندينا. لو انت ساده يا فندم، ده ادمان اكتر منه طار. طب وعليه يا سيدي ده كله؟ اللي زي ده مولود منه كتير. اللي زيه تخاف منه، لكن غيره بنعرف نجيبهم بسهوله.
الدنيا مليانه بلاوي، والبلاوي مفيش اكتر منها، زي الرز. بس السوس بياكل فيه، انما ده رز ابيض متساوي على البخار، يعني تشم ريحته قبل ما تشوفه. ده انت معجب بيه قوي. افندينا لو قريت ملفه اكتر من 100 مره مش هتعرف تخرج منه بجمله واحده مفيده. واحد كان بينه وبين حبل المشنقه مفيش، وفجاه وقدره قادر ينزل الحكم 7 سنين. مش هتعرض محام وحظ متهم. هو ده اللي خلاك تسيب كل حاجه وتيجي وراه لغايه هنا. في ريحه خطر يا فندم بيهدد خميس، خصوصا ان نوح ما اتهموش، يعني في تربايت. ده غير ان نوح استولى على البيت ورجع اهله تاني لشغل الشارع والشغل الشعبي والقطاعي، ودي فرصه يا فندم نلم الغله ونخلص من كل الوغش ده مره واحده. تمام يا فندم، خميس خلص الاجراءات وخرج. افندينا خرج يا رجاله. بعدوننا عن كل اللي واقفين، تطلع فصيلة دم انا الوحيدة هي اللي تنفع تديلك يا ابن المحظوظة. مصيبة لا تكون الأنبوبة دي رايح جاي والبس نقطة زفرة من دمك المليان بلاوي. أنا بكده اطمنت على روحي عشان خدت من دمك سر الخلطة يا فندينا. خلطة؟ خلطتك انك لزقت فيا ولبست الطلقه بدالي يا خفيف. افندينا خرج يا رجاله. منك مرضتش تسجد معنا لربنا يا واطي. يعني كانت سجدت منتخب مصر يا خي. يفلت منكوا في السجن وبره كمان العيار ما يسيبش والطلعه تحود. الله، ده انا بعلي فيكوا سنين عشان اليوم ده، مش عشان تقفوا قصادي وشكوا في الارض وقفى كل واحد فيكوا يعمر فرن عيش بحاله. ما يا معلم هو اللي اخرس. يا اخرس، انت فاكرك راجل بيت
ثابتة وعين صار طلعت مرة بيد طرية وعين زيغة اتفوكس عليك راجل. هو العيل من دول لما رصاصته تخيب ما يستاهلش يعيش ثانية واحدة يا حاج. انت يا ابني على طول متسرع كده، ما ينفعش تضرب على رجالتك، ما ينفعش. تعال تعال قدامي، امشي امشي. ودم الشهيد ما يطلع عليه شمس تانية يا حاج. اه خليك انت بعيد يا ابني، سيبهولنا احنا يا كبير وهتشوف. النبي تتلهوا اتلهوا يا اخويا، ده كان في ايديكوا، ساكن على شجرة في عز الدهر معرفتوش تصطادوه. دلوقتي عجبوه بعد ما رجع عيش وكان جحره ده سمك ونط في الميه وقفشته ما بقتش سهله. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا حاج؟ هي عشان خيبت مره نقوم نسيبه؟ يا ابني يا ابني يا بالمعروف، قلت لك 100 مره خليك انت بعيد عن كل ده. ما ينفعش يا حاج ابقى بعيد، ده لما اخويا وفرقت العم كله وانا المعلم وكلمتي على رقبي الكل. وانا بقى ماليش عيش في الدنيا دي طول ما هو بقطع فيها كده، وحياه امه ليكون مصفي دمه نقطه نقطه ودم خلبه سنه عشان يعرف مين براء النوح، يعرف مين انا عباد الروح. استنى خد 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 براء ولا براء، انت انا وانت هتقف تتفرج عليا ورايا اخويا ريكاني وباصي الدنيا ورايا بسرعه. اجري دي خلف عار. عبد الله سلامة خميس. الله يسلمك الله يسلمك. مش فاكرني؟ حد ينسى وش اول واحد لبسه شبكه في ايده وسعت بيه؟ بس يعني الشعر ابيضه والترقيه غيرت وشك شويه. الحمد لله المره دي جت سليمه. انت جاي تطمن عليا ولا ايه يا باشا؟ وليه ما تقولش ان انا جاي احميك؟ والرصاصه انضربت خلاص. اكيد انت عارف مين اللي ضربها. وافرض. بص يا خميس، انت لسه خارج طازة، وقبل ما تشم أول نفس ليك كانت مستنياك أول رصاصة. وبيني وبينك بقى ما احناش عارفين ايه اللي مستنيك تاني. بص يا خميس، أنا مش عاوزك تساعدني، عاوزك تساعد نفسك. لابس توب جديد مش مقاسك يا باشا، مع انك قديم وحافظ قانون اللعبه صم. افهم من كده انك مش هتقول حاجه. انا دخلت السجن ظلم بس عشان واحد خان عهدي، واللي تاج الظلم ما طفحوش لغيره يا سعاده البيه. موتة بكرامة أشرف بكثير من عيشة رخيصة. نقول سلام ولا لسه في كلام؟ عيني عليك يا بدران يا أخويا، محتاج الراحة والهدوء. بص يا خميس، الوقت بقى غير الوقت، والدنيا بقت غير الدنيا اللي انت سبتها، وبتوع الموت بكرامة اللي زيك خلصوا، وحبايبنا اللي عايشين برخيص مفيش أكتر منهم. يتوب علينا ربنا. عايز حاجة يا بدران يا أخويا؟ قول لي يا خميس، وناوي على إيه بقى إن شاء الله؟ وانا وراه غيره على المزاج طبعا. اقسم بالله العلي العظيم يا خميس، لو وقعت في ايدي تاني ما هتفلت من حبل المشنقه حتى ولو بالطبل البلدي. ايه يا بيه ايه يا بيه، دماغك راحت لفين؟ انا اقصد المعسل. هو المعسل دلوك ما بيوصل لحد المشنقه؟ ده المزاج الخير.
بقول لك يا خميس، انت عارف كويس اقول ان انا ممكن البسك قضيه وارجعك السجن تاني، وبحاجه تافهه قوي، شويه السلاح اللي بره دول اللي من غير ترخيص. ايدك بقت تقيله قوي يا بيه بعد التربيه. مش بقول لك لابس توب مش مقاسك، دي حاجة تفوت خميسة فندينا برضه. السلاح كله مرخص يا بيه للدفاع. مواويد بإيد يا سعادة البيه في الأيام الصعبة دي. أقعد نضيفوك. شربوه حاجة يا أولاد. جلوكوز يا جمعة. رجاله نجابكم بالافراح. الخال رجع والحسن رجع للبيت من تاني. بالحضن يا غالي، بل ريقي ورد فيا الروح. طبطبي يما، طبطبي يا حبيبي يا ابني. نفضي تراب الظلمة من على كتفي. ما حسيتش اني كنت مسجون الا دلوقتي، ولا سمعت صوت الرصاصه الا هنا. الحمد لله ان ربنا نجاك. انا قلبي اتخلع لما سمعت الخبر، بس برضه ربك حنين ورحمته سابقه قضاه. ما تصدونا بقى من الكلام اللي ملوش عايزه ده. الله خدونا في الفرح اللي العيد اخواننا. ها يا حبيبي يا ابني. كرامه انت لسه خرصه؟ امال في الساعه ده ابو جمعه؟ انت لسانك سابقك على طول كده. تعالى يا كرامه. بلاش محن يا بنت، انا ما احبش النسوان لما تقوى. سيبيها يا اما تعضل. مراته يا حاجه سيبيها تفك عن نفسها شويه. بلا محن حريم، مش قادره تستنى لما يتقفل عليهم باب ولا خلاص الزبده ساحت على الساق. والسما اتحرقت يما، واللحمه استوت وطالبه اكال. اتحشم يا واد. يا ألف حمد لله على السلام. شو مراتي هي اللي كانت بتخفف عني مرار غيابك السنين اللي فاتت دي. نورت بيتك يا سي خميس. نور بيك يا مرات الخال. قالك اسمها شوق. اه شوق. ها قرب يا شوق،
حبي على ايد كبير البيت. حب على ايد افندينا. شو لا اله الا الله. لا مؤاخذة، وماله ما يضرش. خميس تعال اقعد على الكرسي. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. للأسف يا فندم مفيش فايدة. الدنيا بقت مشبكة بتعطيها قوي وكأنها لازقة في غيرها. ما تعرفش يا فندم بتطلع منهم بجملة واحدة مفيدة. كلامهم كله كأنه شريطه بيتكرر على لسان الكل. التجار اللي من عينة خميس والنوح وغيرهم حاطين نفسهم في دايرة مقفولة، محدش يعرف مفاتيحها غيرهم. كأنه دستور يا فندم وكلهم متفقين على بنوده. وأيا كان الخلاف بين أي فرد أو أي حد في المجموعة دي، محدش بيعرف يخرج عن القانون ده. دستور ساري بين الكل. مهما اختلفت اشكالهم ولا ميولهم كلهم واحد. وده يا فندم اللي بيخلي وقعهم مش سهل خالص. لكن مش مستحيل. وعلشان كده احنا هنا. والكراسي اللي احنا قاعدين عليها دي شرف لازم نستحقه ونكون قد مسؤوليته. ومهما كان خميس او غيره من التجار فاكرين نفسهم اذكياء او حتى اقوياء، مهمتنا ان احنا نرميهم تحت رجل القانون. وساعتها بقى ميزان العدالة يتحقق. يا رب يا فندم. معقول نسيكي يا فاطمة؟ نسي ضفايرك اللي كان بيعكسك بيها، ولا شنطة مدرستك اللي كان غاوي يجيبها لك؟ ولما اسأله ليه يقولي عشان تفتكريني وانتي حضنها. انا كبرت يا خميس وتربيت على حواديت بسمعها عنك. يا خوفي لا تكون نسيتني ويا كل اللي اتنسى. يا رب. مكتبتش شربية ما قالت ان ليلتنا بيضة. ومن مميزات الليالي البيضاء انها مش محتاجة كلام، ليها لغة خاصة بيها، لغة عالمية. الرابي خديها. ما انا محتاج وقت عشان افتكر لغة الاشارة. طب خلاص 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 ما تزعليش. خلاص قوليلي عايزه تقولي ايه بس واحده واحده. ها ادا ده السجن. ولا في السجن كنت عايش ازاي في السجن؟ مسجون مسجون بين اربع حيطان يا ولده وسط وشوش كئيبه. انما ايامه عدت. بقول لك ايه بقى، واحنا بقى الكلام في اللت والعجم دي ليله. سلام. دي مش ليله خميس وهتتضرب، لا دي ليله بعد 7 سنين عجاف. ولا انت ناويه بقى تقطيها قطع ارسال صوت وصوره؟ ها وحشتك. يتوب علينا ربنا. صدقي وتؤمني بالله قولي لا اله الا الله. يا دي لا اله الا الله. حلو دي حكايتك يا كرامه، شبه كل الحاجات الحلوه اللي الواحد اتهرب منها. بيقولوا في السجن ايامه بتعلم الصبر، وانا اتعلمت السكات بقيت ساكت زيك كده. انما خلاص ايام ولت. العبريست
ريست 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 بتاع زمان. بس ما تخميش. واحد اثنين ثلاثة. كنت فاكرة انك هترفع راسي وتنصفني قصاده، بس هو انت كده دايما تيجي قصادهم وتجيب ورا. اختك عايزة تكسرني وتذل نفسي. مرة حبي على راس الغندورة، والتانية حبي على ايد افندينا. والله اعلم بقى المرة الجاية هحب على رجل مين. مالك يا راجل بتبصلي كده ليه؟ زي ما اكون مجنونة ولا بقطع في شعري؟ لما تلم العيال احسن وتزقلوني بالطوب. اهدي اهدي يا شوق، عاملاها مش مستاهلة. كرامتي مش مستاهلة عندك يا راجل؟ انت مش حمل ضاوية ولا حمل سماعة ولا حد في الكون ده كله حمل جزة من نبأ. انت اللي مخك مقاس رجليكي ضيق وعايز له قالب، معرفتش تكسبيها، خليتيها تحطك في دماغها، ويا ويل اللي ضاوية تحطه في دماغها. وانا بقى روحي في مناخيري، والاسطوانة المشروخة دي مش عايزة اسمعها تاني لاني مش طايقة نفسي وممكن اهد في اي لحظة. ايه اهدي اهدي يا عبيطة، اما مخ حجر على جسم ملبن. بص بقى انا فاهمك، ضاوية دي تتمنى تقلعي لها عين ولا انك انت تمس خميس بكلمة واحدة. لو انت بقى عايزة تعيش في سلام لازم تكسبيها، وعشان تكسبيها لازم توطي وتحب على ايد افندينا. ليه؟ ده انا على ذمه راجل. بقول لك ايه؟ ما تدخليش عيشه في ام الخير، تيجي غير دي. خميس ده املنا كلنا. املنا عشان نرجع تاني ملوك الصنف، ونقدر نقيم راسنا في السوق، ونرجع بيتنا اللي اتاخد غصب، وخلانا نضطر نلعب في القطاعي اللي راحت عليه، وخلانا نستحمل رزالة زبونه. عرفت بقى قيمة افندينا؟ عرفت. هاتها جمال يا رب. ما تخافش يا معلم، أنا مش عفريت، أنا مطرة. مطرة؟ وإيه اللي معاك في الضلمة كده يا مطرة؟ مستنياك يا معلم. وجوزك لسه بره؟ لا، طارو هو اللي لسه بره ومرجعش لغاية دلوقتي يا معلم. أنا بكلمك على جوزك براء. وأنا بكلمك عن جوزي غريب. بقولك إيه يا مطرة؟ اليوم كان طويل وكله بلاوي، ودماغي فيه اللي مكفيه، يعني مش ناقص ذنب. هو مش النهارده برضو كان يوم خروج اللي قتل غريب؟ صح كده ولا انا غلطانه؟ انا عملت اللي عليا،
هو اللي لسه ليه عمر. عملت ايه يا معلم؟ بعت له عيل خيبان يطخوا عيار في الزحمه ويا ريته نفع، وجاي اخر الليل تنام ولا كان ابنك راح منك. كنت عاوز اعمل ايه يا اختي؟ ابعت له ابني التاني وقلبها مجزره عشان اخسره هو كمان؟ ما انت بعت اخوه قبليه. انت بتقولي ايه يا مطرب؟ اسمع يا معلم، انا دخلت بيتكم بالمعروف وهخرج منه برضه بالتراضي والمعروف، وكده احسن للكل. الظاهر ان طيبتي وحنيه قلبي خلوا عقلك يفوت عشان لسانك يهرفض بكلام زي ده. يا معلم، انا وبراء عمرنا ما كنا متجوزين. لا هو قادر ينسى ان انا مرات اخوه، ولا انا قادر احب فيه اللي حبيته في اخوه. ازاي بس هنعيش مع بعض؟ زي كل الناس يا اختي ما عايشه. لا انت ولا هو اول ناس يعملوا كده، وده اخر كلام عندي. يعني مش عاوز اسمع كلمه زياده. فاهمه يا مطره؟ فاهمه؟ اسمع على خير يا مرات ابني. لا اله الا انت سبحانك، اني كنت من الظالمين فاغفر لي. لا اله الا الله والحمد لله، ولا حول ولا قوه الا بالله. ادخل يا ابو سنه. انت لسه صاحي يا حاجه؟ اقفل الباب وراك وتعال. غريبة، أول مرة يعني تعدي معاد نومك. مستنية أصلي العشاء، ما جاليش نوم. مش بيقولوا العيار اللي ما يصيبش يدوش؟ يجيلي نوم إزاي بقى وصوت العيار اللي استقبل ابني قبل مني لسه بيرن في وداني؟ ومين قالك إن إحنا هنعديها يا حاجة؟ أيوة، والرد لازم يكون فوري، وأي قسط هيشجع الكلاب دول يعوا وينهشوا في لحم سيادهم. خميس لسه خارج من السجن يا حاجه، مش عايز اورطه في مشاكل وحواديت. سيبوا خميس على جنب، خليه يشم نفسه شويه. ماشي حاضر، امرك يا حاجه. بقول لي يا ابو سنه. نعم. احنا عايزين نخفف شويه البيع بالقطاعي، له وقته وله من قيمه خميس. ماشي يا حاجه، والله انا كنت بقول كده برضو. احنا نعمل حسابنا ان احنا نجمع له القرشين اللي خلوه يقف على حيله في السوق، واذا عجزت معانا ناسنا واهالينا اللي في الصعيد مش هيسيبونا. عين العقل، ومن بكره ان شاء الله نخف بيع القطاعي. ماشي يا حاجه، امرك. اسيبك بقى عشان نصلي العشاء. ادعي لنا يا حاجه. ربنا ينجح مقاصدكم يا رب. هاتها جمايل واعدل المايل يا كريم. بالاذن يا حاجه. مع السلامه يا اخويا. ربنا ينصرك يا خميس يا ابني، وما يفرحش فيك عدوي. يا مطني، الزوز فين؟ ماني منكلمه على المحمول بتاعه ما بيردش. اشوفوا لي فاني ده. وقول للرجاله تجهز عشان في قاعده بكره. يلا اغفل. يا كرامه مالك؟ خميس؟ ايه ماله؟ لا مش فاهم انت بتقول ايه. بتقول لي جنابك يا دوب عينها غفلت قامت ما لقيتوش جنبها. ما قالش هو راح فين؟ لا اله الا الله، هيكون راح فين السعادي؟ بطران بطران بطران. مير مير مين؟ الرصاصة جت في كتفك ولا في دماغك؟ دور النور يمكن يعرفنا. دور النور يمكن يعرفنا. حاضر. يا عيني يا بدران، لا اله الا الله. افندينا. ايوه يا اخي، انا في حلم ولا في غيبوبة؟ غيبوبة ايه؟ ما انت زي القرد اهو، يعني انت هتتصلبط. انا مش مصدق نفسي. الصبح تديني دمك وبالليل تديني حبك، قصدي يعني تيجي تزورني. هو ماله؟ مجروح يا ولدها.
يا ده انا مش جاي ازورك. امال ايه؟ حسيت ان في رصاصه تانية قلت تاخدها من قصيرها وتخليها هنا في المستشفى؟ اثبت 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 البتاع اللي عمال يطلع وينزل ده، اثبت يلا. انا جاي اسهرك سهره ترجعك 10 سنين ورا. 10 ايه؟ قول 20 بصلعتك دي. صح؟ حاسب انت حاسب عشان الجرح بالراحه. انا اللي حاسب؟ ما سهرة ايه؟ ما انت شايف معلقين لي جلوكوز وكل شويه يمر علي الدكتور واي مجهود في خطر على الدكتور على الجرح بالامارة حتى ادوني البتاعة دي. ومين قال لك انك هتعمل مجهود؟ امال حصل ازاي؟ هذا انا هعيشك ليله من ليالي افندينا. مش فاهم. وانا ما احسش اني خرجت الا لما اروح اشوفها بعينيا. هي مين؟ رمانة يا بدران، رمانة. لبسوه وهاتوه بدواب جرحه كل كوسه. يلا يتوب علينا ربنا. بسم الله الله اكبر. اخرس هتودينا في داهيه. اللقاء التالي نعيش ونستحمل على انغام الفرقه الاساسيه مع نجم الاغنيه الشعبيه اللي ضرب حجرين على الشيشه مع كوبايه ميه النجم الفنان هوبه، ومعكم وليس معنا نجمة المحل الأولى رمانة الميزان اللي ما بتكدبش أبدا، الراقصة اللهلوبة اللي ما يهمهاش السياحة المضروبة، الفنانة رمانة. استنى
وازاي تسيبه يروح لوحده؟ اهو اللي حصل يا كبير. ولا انا مش قايلك كتفك بكتفه تقوم تسيبه يروح في ليله زي دي وهو ناوي على ليله زي اللي قالها؟ حاولت يا كبير، هب في وشه وهزقله قصاد الرجاله، وانت عارف معاليك طبعه الحامي. ما يهزقك والله يمرمط بكرامه اهلك الارض حتى. هيجرى لك ايه يا اخويا؟ هتقرص رجل ولا هيتشللك دراع؟ تب وتغطس وتشوف راح فين؟ ما انت يا كبير عارف المعلم براءة، ده زي الزيبق. اه، تليفونه مقفول كمان. ولا تب وتغطس وتجيبولي ان شاء الله من تحت سبع ارض. فاهم؟ انا هستناكوا في الاستراحة، ما تتأخرش عليا. غور من وشي، غور! حصل يا كبير. كمان ناقص ذروات عيالي. افندينا وصل، خميس باشا افندينا، افندينا تحية لمصر وابطال مصر ورجالة مصر، رجالة مصر، رجالة مصر، خميس باشا افندينا، قول عظيمة مصر افندينا. ده الكابتن ابراهيم سعيد بتاع الاهلي اللي هو افندينا. ما شاء الله، بيلعب فين دلوقتي؟ زي ما انت شايف احترف. والست حبل مع الشيشه، توب علينا ربنا. مع توتو والسبع ويشه. يا ابني يا ابني يا ابني مش هعمل كده تاني. عملت له دخله ملوكي وترستق على الترابيزه اللي على البست زي ما انت شايف يا برنس. لحقت السنين تمر بسرعه، تلاقي خرج حسن سير وسلوك. لك الدنيا كلها بتجري غيرش انت بس اللي قاعد. خلاص يا شلب، انت هتعمل لي فيها توك شو؟ كفايه الخبر الاسود اللي انت جايبهولي ومعدتي اللي مش مستحمله اي توك شو. سلامتك يا برنس، قول لي محسوبك. ما انا خلصت نمرتها؟ اه، ولبست وماشي. الحق خرجها من الباب الوراني. ولما تسأل كلها في زباين سخيفة نفسها تفرط حب الرمان. ايه الدماغ دي؟ صحيح مفيش غير ملط واحد. أوامرك يا برنس. ليس فندينا خرج، يعني شهر العسل جو وابتدينا التوكشو. الفكرة يا فندينا هربوا رمانة قلب.
طب يلا انت عارف هتعمل ايه؟ وجد. وانا بقول الدنيا زهزهت ولعلعت ونورت كده ليه؟ وبسأل نفسي ايه الاسفلت منور ليه؟ اتاري افندينا بيمشي عليه. مبروك علينا خروجك لينا بالسلامه لناسك وحبايبك واهلك واصحابك. شلبي امرني يا برنس. طلبات الترابيزه دي كلها على حساب المحل، غرق الترابيزه بكل الاصناف، اي شيء يفكر فيه يحلم بيه دست منه تحت رجليه. امرني امرني يا نجم. بيضون المالت اهلا. مصر نورت. الحمد لله على السلامه. الف حمد لله على السلامه يا نجم، الف حمد لله على السلامه. ايه الشيكه؟ ايه الوجاهه دي؟ سربت القطة يا بيضون، بس انا عارف انك ما تقصدش. عارف. مالك يا مالت؟ زعلان فندينا ليه؟ لا لا يا كابتن، عنك انت الحوار ده، انت راجل نجم. العيال دي انا عارفها. لا يا بيضون افندينا. رمانة انا مش قادرة اتلم على نفسي، حاسة ان مفاصلي سابت مني. معقولة يا خميس؟ معقولة قدرتي تنط السنين دي كلها وترجع لي؟ معقولة الدنيا هتفرد وشها من تاني؟ وحشتك يا رمانة. دي الأيام كانت وحشة قوي من غيرك. وأنا ما شفتش الحلو منها إلا ساعة ما شفتك دلوقتي. وأنا هخليك دلوقتي تشوف اللي أحلى. سامع هوس؟ طفي النور ووطي المزيكا. والدنيا هوس. أفندينا رجع. والشفة ضحكت. والليل سهر. وبكرة جاي. وامبارح اتنسى. وأنا هرقص وأغني لأفندينا وبس. والمزاج موزون ليلاتي. قسم يا مزيكاتي. معالي الباشا، معلش بدوش معاليك، محسوبك الملط. معلش أنا آسف، لو ما كانش الظرف طارئ أنا ما كنتش اتصلت ودوشت معاليك في ساعة زي دي. لا لا لا، مش خير يا باشا. خميس أفندينا وصل وسهران عندي الليلة. لا 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 لا، اطمن معاليك، رمانة خرجت قبل ما يوصل وفجأة جابها تاني. الحكايه محتاجه زقه من معاليك وقفله الحدوته بايخه، لازم تنتهي قبل ما تبتدي. امرني يا باشا، امرني معاليك. مع السلامه. النبي ما تزعل نفسك. Oh,
ايوه يا مسامية. ايه بتقول ايه؟ مش سامعك. خليك معايا خليك معايا. بعد اذنك يا فندينا. فندينا بعد اذنك بس روح. لا روح مين؟ لا بداية الليلة. ايوه. زي ما انتوا يا بنات. هطمن عزمايلكم وراجع على طول. ماله. روح معايا طبعا النهارده. نعم. ما انت بتسأليني وانت مكشره. بقى بذمتك تخرج من غير ما تقول لي وديني لو اوريك. وانا خارج علشان اشوف. ما تغيرتش يا روح، لسه صايع زي ما انت. وحشتني يا ابن الايه. يعني وانا في السجن الدنيا ما كانتش حلوه. دنيا ملهاش طعم بعيد عنك. بالعربي كده مش مذاقك. اهو جه اهو جه اهو جه. طب يلا مستنياك. ما تعوقش. انا اقدر. ما تقدرش. انا اقدر. اه مسامية معلش ما كنتش سامعك عشان الدوشه اللي جوه. كنت بتقولي ايه؟ يا ستي ما كده كده هتعدي اميره الصبح. المهم عملت اللي قلت لك عليها. انت قلقانه من ايه؟ مش شماعه البنسيون خلاص مش هلاقي حته اتلاقى حنام فيها يعني لازم اخرجك الصبح. حاضر ستي حاضر حاضر هجيب لكم فطار معايا. ايه ده ايه ده هو الفول والطعميه كبركم بتشنجان وعلى حسابك. مش قادره. ادولها نص ليمونه. يا ام ساميه يلا بقى عشان الحق الناس اللي جوه الاحسن عماله بتنزف. اصلها حادثه كبيره قوي مساكين جوه. فين؟ جوه العنبر. يلا في بلا احسن اتفخرت عليهم محدش هيعنبرني. بحبك يا بدران. انقذتني. بس في سؤال تقدر تقول كده محيرني. انت ليه كنت بتدافع عني بقلب قوي كده؟ حسيت انك مظلوم. شفتها في عينيك وانت بصصت من ورا القفص. سمعتها في رنة صوتك وانت بتحكي لي اللي حصل. عند المؤمن. حسيتها في رعشة ايديك وانت بتسلم عليا. قلت هي دي الانسان. هو ده الانسان. الخسارة في حبل المشنقة. بس انا عايز اسالك سؤال. هو انت دلوقتي لما تقتل خاين بقيت مجرم قلبي؟ ولا لما تدور على اللي بيبسط الناس وتجيبه لهم لحد عندهم وهم قاعدين كده بقيت مهرب بقى لا سمح الله؟ مهرب؟ قبض الروح يا بدران مش حاجه سهله بس كمان مكتوب عشان الناس تعيش لازم الناس تموت
يعني نفضل عايشين كلنا، وكمان عشان الناس تحس طعم الدنيا لازم يبقى فيه مزاج. ياخد بق. لو عاجبك خليني احط لك شويه هوا تاني. يا على كتفك ده. كفارة يا فندينا. حابب تتعرف اعرفك، براء النوح اللي مطرح ما يحط رجليه يحضر قبض الروح. ارجع اثبت. وانا بقى حالف بخرج من هنا غير وانا مسلم روحك للي خدتها يا افندينا. اثبت. متشكرين يا كابتن مصر يا محترف. تطورني يا فندم. اقتلني اقتلني يا خميس. وانت لو ما قتلتنيش انا هقتلك. هقتلك يا خميس. لو حد متعرف ياض انا بقى اعرفك. خميس يا فندم اول خميس ملوش جمعه. يالا بقيت بتسهر ويانا ولا تروح تتفرج على التلفزيون؟ دوس على الزنات وقتلني. انا مش خارج من هنا غير يا قاتل يا مقتول يا خميس. ورحمه الغريب لا هقتلك يا خميس. اثبت. اثبت يا انت فاكر يا دي المده بيرمرم كده يالا ليه؟ والمده بتاع عيال المده عنده مزاج وبينقي الجته اللي ناولها الشرف ده. وانا ليه دم عندك؟ وهاخده يا فندينا، هاخده منك يا فندينا وهقتلك. اثبت. ما تثبت يا اثبت يا افتح بقك يا ابوك. ياد عارف انك هنا، ما ظنيش انه بالخباوه دي. ولا يا زوز؟ ما ظنيش والله. يعني انت كده خرجت عن طوع ابوك المعلم النوح؟ معناها لازم تتربى ويتعلم عليك بس، وابوك هيقرا العلامه دي كويس عشان بعد كده تسمع كلام ابوك كلام امك. لا ها اثبت. اثبت يا اخلص. عرفت حاجه؟ وصلنا له يا كبير. فين؟ كباريه مالت بيضون رائد لافندينا هناك. وانت كنت فين؟ وازاي تسيبه يروح لوحده؟ ما انت عارف دماغ المعلم براء ناشفه زي الحجر، رفض حد يروح معاه. يوم يروح له في حجر مالت ده كلب افندينا وقطته بتتمسح فيه. جهز بسرعه كام راجل من رجالتنا يجوا معانا، لازم نلحقه قبل ما ياكلوه. يلا بينا.